كنت سعيد باستقبال زميلي وصديقي سيركي لافروف في إطار لقاء ثنائي. العلاقة المغربية الروسية هي علاقة تاريخية عندها أكثر من قرنين من الزمن، علاقة تطورت بشكل كبير من خلال اللقاءات التي جمعت جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، والتي توجت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية في 2002، وفي 2006 إعلان الشراكة المتجددة، واللي هي اليوم هي المرجع وخارطة الطريق لعلاقتنا الثنائية. بيان الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية وهيكلت القطاعات اللي فيها التعاون، وأعطت أفق إيجابي طموح للعلاقات الثنائية. السنة المقبلة غادي تكون 65 سنة من علاقتنا الدبلوماسية، وهي مناسبة باش أولا نشوفوا فين وصلنا في إطار هذه العلاقة وتحقق الكثير. كما قلت، المغرب الآن هو الشريك التجاري الثالث لروسيا في القارة الإفريقية، وتطورت هذه المبادلات التجارية في السنوات الأخيرة بشكل كبير رغم الظروف الأخيرة، وحوارنا كذلك سياسي متطور. السنة المقبلة غادي نعقدوا اجتماع اللجنة المشتركة في روسيا، وهيكون مناسبة للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية الجاهزة اللي كتعزز الحوار السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، واللي كتطور التعاون في مجال في العديد من القطاعات، كقطاع الطاقة، كقطاع المعادن وغيرها من القطاعات. وعندنا بطبيعة الحال علاقات تقليدية مهمة في مجال الفلاحة وفي مجال الصيد البحري، وكلها مجالات اللي كتعرف واحد التطور كبير. لقاءنا كان مناسبة كذلك باش نتحدثوا على القضايا الإقليمية والدولية، سواء تلك اللي كتهم القارة الإفريقية، اللي كتهم شمال إفريقيا. بحال قلت في الصباح، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، روسيا فاعل مؤثر في مجموعة من القضايا، والمغرب كان دائما كيشوف في روسيا الشريك اللي يمكن له يتعامل بشكل إيجابي في مجموعة من القضايا. تحدثنا بطبيعة الحال في قضية الصحراء المغربية باعتبار أنها قضية كتجي في مجلس الأمن، والموقف الروسي من هذه القضية، وتحدثنا على قضايا أخرى، الوضع في ليبيا، الوضع في الساحل وغيرها، واللي كتهم روسيا الاتحادية كما كتهم المملكة المغربية من منطلق جوارنا مع هذه المناطق، ومنطلق الدور المهم اللي كتقوم به المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، سواء في الملف الليبي أو في منطقة الساحل وفي القارة الإفريقية ككل. إذن كانت هذه فرصة مرة أخرى باش نجددوا المرجعية الأساسية لهذه العلاقة الثنائية اللي هي إعلان الشراكة، باش نأكدوا على العلاقة المتميزة بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، العلاقة الشخصية، وكذا على حوارنا الدائم مع سيرغي لافروف. كنتصلوا في كثير من الأحيان حول مجموعة من القضايا اللي كتهم العلاقات الإقليمية والثنائية، وكان دائما النقاش كيكون صريح، النقاش كيكون واضح حول كل هاد القضايا. وبالتالي فكان ضروري أن في إطار عقد المنتدى أن يكون هاد اللقاء الثنائي. تحدثنا كذلك على الوضع في أوكرانيا، وكتعرفوا موقف المغرب الدائم والثابت منذ البداية اللي هو دعم وحدة ترابية للدول وسيادتها لكل دول الأعضاء في الأمم المتحدة، اللي هو دعم الحوار والسياسات حسن الجوار، ودعم الحلول السلمية لكل النزاعات في إطار قرارات الأمم المتحدة. هذا هو دائما الموقف للمملكة المغربية كما كان في السابق وكما هو اليوم.
مبني على ثوابت ومبني على مرجعيات واضحة. شكرا. شكرا جزيلا. أنا أريد أن أؤكد أننا أجرينا المفاوضات الثنائية مفيدة جدا، وناقشنا السير تحقيق الاتفاقيات التي تم وصولها على مستوى القمة بين جلالة الملك المغرب وفخامة الرئيس الروسي الاتحادية، وكيف يتم تحقيق إعلان الشراكة الاستراتيجية من عام 2002 وإعلان الشراكة معمقة الاستراتيجية من عام 2016. وأكدنا أن هذه الوثائق قائمة، واتفقنا أن سبل تفعيل شراكتنا للتحقيق أحكام هذه الوثائق قبل كل شيء في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا المعلوماتية والطاقة النووية السلمية وكثير من المسائل المختلفة، بما فيها مثلا الصيد البحري والزراعة. وناقشنا كذلك عن الإمكانيات الواردة واسع النطاق في مجال الثقافة ومجال التعليم وبشكل عام في مجال إنساني، ولكي نقوم بتحويل إلى الواقع الإمكانيات الواردة في هذه المجالات، اتفقنا ترتيب الاجتماع الدوري للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي والثقافي في بداية العام القادم، وعلى هامش القمة الروسية الإفريقية مع الوزير وصديقي العزيز أجرى اللقاء مع زميله رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة السيد باتروشيف وهو وزير الزراعة، ونحن استمرنا المناقشة المواضيع التي طرقناها خلال الاجتماع الندوة الروسي العربي وناقشنا على مستوى ثنائي الآن، وناقشنا القضايا الملفات الإقليمية والدولية، ونحن نؤيد الدور المركزي للأمم المتحدة ومع تأسيس للميثاق الأممي، ونحن ندعم الاحترام من قبل جميع الأطراف الحق جميع الدول على تقرير مصيرها، وطرقنا كذلك الشؤون الإفريقية والمواضيع المتعلقة بإقليم المغرب والشرق الأوسط وفي بحر الأبيض المتوسط، وإن روسيا مهتمة في الوصول إلى التقدم في هذا الملف، إن الموقف الروسي يبقى متوازن وغير متحيز وغير خاضع للتغيير، ونحن ندعم الوصول إلى تسوية مستدامة وطويلة الأمد على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، ونحن ننوي مواصلة تمسكنا بهذا الخط المبدئي الهادف إلى التطوير وبلور القرارات المناسبة لكل أطراف النزاع. وكبصفتنا مشاركين في مجموعة الأصدقاء لأمين العام الأممي حول الصحراء، وندعم جهود الوساطة لمبعوث الخاص للأمين العام في الصحراء الغربية ستيفن دي مستورة، ونحن ننطلق من حميد توفير الظروف المناسبة لعمل فعال لبعثة الأممية في صحراء الاستقرار على الأرض، ولكي تكون والرفع من فعالية العمل والتنسيق السياسة الخارجية، اتفقنا تشكيل اللجنة المشتركة في وزارتي الخارجية لمستوى نواب الوزراء الخارجية. أعتقد أن زيارتنا إلى المغرب كانت ناجحة جدا، والرغم من أن زملائنا كانوا يرغبون من البقاء هنا بشكل متطول، لكن الجدول العمل لا يزال وارد وانطباعاتنا الرائعة من زيارتنا، والمهم أن وصلنا إلى النتائج الملموسة، وهذا ما يخص لقائنا الثنائي ولقاء على مستوى منتدى التعاون الروسي العربي. وأشكركم من جديد زميلي وصديقي سيد ناصر.
Pressing is okay. Perfect.